فقلنا ان احنا ننقل السوق عندنا زي ما عملنا فكره اللحمه، وعملنا هنعمل الخضار وبنعمل حاجات كتيره، هنتكلم على البهارات والتوابل وهنخصص لها حاجات كتيره. لكن خليني ابتدي النهارده بعمل خلطه او تتبيله بتكون من الحاجات اللي هي الاساسيه اللي موجوده وممكن نستعملها. هستعمل هنا اعمل تكه، فهاخد هنا فلفل اسود وهاخد كمون، ودول بستعملهم حصى او حب، وباخد معاهم كزبره، كل دوت بيكون حاجات خشنه. وممكن اخد هنا اهوت عندي كذا نوع شطه، بس انا هختار في هنا نوع شطه اللي هي الفلفل الاحمر اللي هو الناشف. دول هاخدهم وهبتدي اعملهم خلطه اللي هي خلطه زي ما قلت خلطه التكه. وعشان اسويها او عشان اعملها هحتاج ان انا اعملها هنا احمصها الاول، وده المهم في البهارات او في التوابل. علشان استعمل توابل واوصل لاحسن نتيجه للتوابل بجيب التوابل صحيحه، والتوابل الصحيحه بيبقى زي ما هي معروضه في اي محل بتتعرض للرطوبه بتتعرض للتراب، فعلى قد ما بقدر بحاول ان انا طبعا مش هقدر اغسلها، لكن علشان اتخلص من الرطوبه اللي فيها بحاول ان انا احطها في الفرن. ممكن بجيب صاج واحطها في الفرن لمده دقيقتين ثلاثه بيكون الفرن سخن، او احمرها في قلب قلايه او طاسه. فانا هاجي هنا وما بحطش اي زيت، انا مش بقليها ولا بحمصها، انا كل العمليه ان انا بحط هنا شويه من الفلفل الاسود اللي انا عايز اخليه اتخلص من الخلطه اللي فيه او اتخلص من الرطوبه اللي فيه. بجيب الطاسه وبسخنها وبحط الكزبره بحط الكمون حسب انا هحط ايه او عايزه اعمله ازاي. بتكون الطاسه سخنه جدا، هحطها هنا برضو على النار لمده دقيقه واقلبها، ودي هتحط معاها خلطه تانية، يعني هحط معاها خلطات تانية. من الخلطات التانية اللي هحطها هيكون عندي الفلفل، وده الفلفل يفضل ان انا ما احطوش على النار من دلوقتي، لان لو حطيته على النار دلوقتي ممكن لو عندي اطفال انا نفسي ممكن اكح منه، وممكن يبقى يعني يطلع ريحه ممكن تبقى قويه شويه. فاللي حصل دلوقتي ان انا لما حطيت دوت، اتمنى تكونوا انتوا هنا، انا الريحه بتاعتها طلعت، احطها هنا ابتدت حتى تتحمر لونها يتغير شويه. فده اللي انا عايزه، عايز الخلطه ديت تتغير وتبتدي يطلع منها يطلع منها الرطوبه، واثناء ما تطلع الرطوبه ونديها كمان نص دقيقه. ده بالنسبه للي انا عامله هنا، لو مش عارف انتوا شايفين الدخان اللي طالع ولا لا، بس الريحه كمان ظهرت. يا دوبك انا بس بحط الفلفل في الوقت ده مع شويه من السخونيه اللي موجوده، ده بتكون كافيه ان انا احمص لو في اي رطوبه في الفلفل هتطلع. باخد كل دول على اساس هم دول اللي انا هستعملهم، او هم دول اللي هعمل بيهم الصلصه بتاعتي اللي هي هعمل بيها المصاله اللي انا عايز اعملها. فدول بحطهم في قلب خلاط على اساس ان بحمصهم وبعد كده بطحنهم. ممكن طبعا اكيد اشيل الجزء اللي فوق دوت اللي هو من الفلفل، نشيل العنقود اللي فوق. وفي اكتر من طريقه، في ممكن احطهم في قلب هون، او ممكن هو نفسه يعني ممكن يكون نحاس ممكن يكون رخام، ممكن تكون اكتر من طريقه، ممكن هو نفسه اطحنهم في قلبيها، يعني ممكن هو ممكن يطحنه كده. فدي اكتر من طريقه ممكن يطحن بيهم. لكن اللي انا عايز اعمله دلوقتي وان انا اقول لكم عليها اللي هي التتبيله اللي انا هستعملها اللي هي بنفس الطريقه ديت. لو انا طحنت دول كل واحد لوحده وكان عندي الكزبره المطحونه اللي هي بعد ما انا حمرتها كده حطيتها هنا على اساس ان انا هستعملها، والفلفل الاسود نفس الشيء، هحط حوالي نفس المقدار من الفلفل نفس المقدار من الكزبره، واديه بالظبط من الكمون، نحط شويه كمون هنا، اديهم بالظبط من الكمون، وبحط الشطه بكميه اقل، والشطه بتيجي باشكال كتيره، حط شويه شطه بيبقوا كميه اقل شويه. بتيجي الشطه زي ما احنا شفناها اللي هي الطويله ديت، وممكن استعمل الشطه اللي هي بتبقى رفيعه او ده بيبقى الشكل بتاعها. بعد كده بحط على الخلطه ديت توم، هستعمل توم بودره، بالمناسبه الجيلاتينه تقريبا شكلها زي كده بس بتبقى اخشن شويه. بحط شويه توم بودره هنا، فبعمل الخلطه ديت لاكثر من سبب، هستعملها كحاجه ناشفه او جافه، وهستعملها كمان مبلوله. بحط معاهم شويه نعناع، والنعناع بيبقى نعناع ناشف، وبحط شويه بابريكا. في فرق ما بين البابريكا وفي فرق ما بين الشطه، الشطه الحاميه اللي انا بستعملها بتكون لونها اغمق شويه لانها جايه من الفلفل اللي هو الفلفل الاحمر اللي احنا طحناه، ده بيبقى الشطه. اما البابريكا بتيجي من الفلفل الحلو اللي هو الفلفل الرومي، وبتشال منه البذر.
معظم الوقت الشطه ما بتشالش منها البذر وبتفضل زي ما هي، فممكن اكتر البابريكا اكتر من الشطه حسب نسبه وتناسب انا بحبها قد ايه. بعد كده بستعمل جنزبيل، غير الجنزبيل اللي انا استعملته طازه بستعمل جنزبيل اللي هو جاف، ودوت بيبقى طعمه مزز وقوي شويه ولازع اكتر منه مزز، اقول لازع اكتر منه مزز. وكركم ده اللي هو بيبقى السبب اللون الاصفر، بحط شويه من الكركم هنا. واخر حاجه هحطها هيكون الملح. لغايه كده احنا عملنا الخلطه اللي هي خلطه التوابل اللي هي بتكون ممكن نسميها تكه. وبعد ما بخلطها كده اهوت عندي اختيارين، الاختيار الاول ان انا بحطها عندي واحافظ عليها على اساس استعملها في الطبيخ العادي اللي هي ساعه لما اطبخ اخد شويه من الخلطه بتاعتي اللي انا بستعملها للرز للسمك لاي حاجه انا عايزها، وديت بتتسمى ممكن اسميها تكه او اسميها باللي انا عايزه، بس في الحاله ديت بحط الاسم والتاريخ عليها لان ديت بتبقى صالحه على الاقل لمده 3 اسابيع لو انا حطيتها بالطريقه ديت، ممكن لا 3 شهور اسف لو حطيتها بالطريقه ديت ممكن احافظ عليها جافه. احط دول هنا. اما لو عايز اخليها تبقى زي معجون باجي هنا واحطها في قلب وعاء او طاسه، نحطها هنا وديت بضيف عليها عشان اخلطها، بحط عليها ميه، بحط عليها خل، بحط عليها ليمون، وكمان بحط عليها زيت. وفي ناس بتحط عليها الوان، في اللون الاحمر وفي اللون الاصفر ممكن يضافوا لو هم اصلا صالحين للاكل. حط شويه ميه هنا، نضيف شويه ميه، وكل دوت هحطه على النار على اساس هيتبخر. بحط شويه زيت مش كتير، وبعد كده بحط عليهم شويه خل، ناخد شويه خل نحطهم عليها هنا. تقريبا انا حاسس ان انا واقف في المعمل هنا بنشتغل بنعمل الخلطه السحريه او الخلطه بتاعتنا. وبعدين بحط شويه ليمون. طبعا عشان حطيت سوائل كتيره كل اللي بحتاج اعمله ان انا برجعها واحطها على النار، يعني انا بعد ما طلعت الرطوبه من الاولانيه وحمصتها حطيت دي على النار، بمجرد ما بتغلي الزيت بيطلع لفوق وبيبقى ده الشكل بتاعها. يعني بعد ما بسويها او بسيب الخلطه دي تستوي يبقى عندي اختيارين، يا اما بخليها تبقى بودره زي كده يا اما بتبقى بالشكل ده. والشكل ده خدته لاني قلت ان انا ممكن اضيف عليها الوان، ممكن انا حاطط لون اصفر وحاطط لون احمر، ودول هحافظ عليهم ولما نرجع نشوف هنستخدمهم ازاي ان شاء الله. الطبق الرئيسي بتاعنا اللي هنعمله هيكون من الدجاج او الفراخ، و هتبلها وهستعمل في الحاله ديت المعجون اللي احنا عملناه. ممكن استعمل الاثنين، يا اما الصلصه يا اما المعجون. في الحالتين لو هستعمل اللي هي البودره هحط عليها شويه زيت على اساس اخليها مبلوله، ولو حبيت استعملها كمعجون يبقى في الحاله ديت مش محتاج اضيف عليها حاجه. فاجي هنا ونقطع قطع الدجاج، وقبل ما اقطعها احط شويه من التتبيله، ممكن احط شويه من هنا وشويه من هنا، شويه بهارات، وبخفها شويه على اساس انها تبقى سهله انها تندمج هنا. احط عليها شويه زيت، ممكن اكتر عصير الليمون لو حابب الاكل بتاعي يكون مزز شويه. احط شويه زيت، هقلب دول كويس، وبجيب قطع الدجاج ديت نقطعها كده. لو عندي قطعه ديت تخينه من هنا وعندي ديت رفيعه عشان احطهم في نفس السيخ والاثنين ياخدوا نفس السوى، انا بمسك واحده واتنيها والتانية بطبقها، فالاتنين هياخدوا نفس السوى لما ادخلهم في السيخ. ممكن في الحالة ديت بجيب قطع الفراخ علشان تتبل بحطها هنا في التتبيلة، وبعدين بستعمل خضار. ممكن استعمل هنا بصل، نجيب بصل ابيض، قطع من الدجاج نحطها هنا اهو، وبعد كده بحط نقربهم هنا، بجيب قطع من الفلفل حسب ايه الالوان اللي انا عايز احطها، عندي فلفل اخضر وفلفل اصفر، وبحاول ان انا تبقى القطع اللي انا حاططها ديت ممكن اتبلها، القطع اللي انا حاططها ما تعديش يعني تخلي مساحه للفراخ نفسها عشان تستوي. نحط قطعه تانية من الفلفل، وبعدين قطعه دجاج، وزي ما احنا شايفين بتاكد انها كلها متبله. نحط واحده طماطم، وممكن احط مع دوت اناناس. الفكره هنا ان انا عايز اعملها مع اناناس، فهاجي اجيب اناناس على اساس هو دوت اللي هقدمها فيه. نجيب سكينه، وممكن استخدم الاناناس ده كطبق، نقطعها واحاول احافظ على الجزء دوت كده اهو، واقطع الاناناس من هنا
وديت ممكن اعملها كطبق، فهخليها كده واجي اقطع بس الجزء اللي هنا ده بيبقى ناشف نتخلص منه، دي بتبقى ناشفه مش هعمل بيها حاجه الا اذا كنت ممكن اطبخها بس واخد الطعم. وبعدين بفتح الاناناس هنا بفتحها كده وبطلع اللحمه اللي جوه دي بقطعها من النص وبقطعها قطع، يبقى اذا ممكن السيخ نفسه باخده وبحطه هنا ودوت هيبقى الشيش كباب او الكباب اللي انا هعمله بالاناناس. فيبقى عندي البصل، عندي في طعم مزز، عندي حلو، عندي التتبيله اللي عاملها وبتبلهم، ودول اللي هشويهم هنا. نعلق الشوايه، عندي شويه متبلين ونبتدي نحطهم هنا ونسويهم على اساس ان دول اللي هقدمهم، ممكن اقدمهم مع اي نوع من انواع الخضار. بس نتاكد ان هم استووا هنا اهو، واكمل هنا تقطيع الاناناس. قبل ما نروح استراحه عملنا مع بعض الفراخ وقلت حطيت معاها اناناس، وبدل ما نتخلص من القشر بتاع الاناناس قلت هقدم فيه، وممكن ده يبقى طبق، ممكن احط فيه رز، ممكن احط فيه خضار، او ممكن احط فيه اللي انا هسويه اللي هي الكباب او الفراخ اللي انا بسويها. هاخد دوت واعمل هنا وتعملين شويه برغل، نحط شويه برغل في كل واحده من الاناناس ده، وممكن بعد كده بحط عليهم قطع الفراخ ديت، نحط شويه برغل في كل واحده، ممكن لسان عصفور، ممكن كسكسي، ممكن رز، ممكن انواع كتيره من النشويات، حتى لو حبيت تكون مكرونه ممكن اعملها، نحط شويه في كل واحده. وبعد كده نرجع ونحط عليها قطع الفراخ اللي هي ما بتاخدش وقت، قلت يا دوبك ممكن 5 دقايق على كل ناحيه او 3 دقايق بكتير. ناخد دي هنا اهو، والتتبيله بتاعتها انا حاسس ان هو التتبيله نفسها طالعه، الريحه طالعه، ده بيبقى جاهز كده ان انا اقدمه. ممكن لو حبيت احط شويه خضره او خس او سلطه ممكن تتحط من تحت هنا، ممكن بنفس التتبيله اللي انا عاملها اخدها واحطها على شويه زيت مع خل مع ليمون، وبتبقى هي في حد ذاتها زي صلصه. نقطع شوية من الخضرة، سبانخ مع خس، نحطهم هنا، وبعد كده بنطلع السياخ ديت ونرصها هنا، نحط واحدة هنا ونحطهم كده. بالنسبة للوقت اللي بيستوي فيه الأكل عموما، يعني أنا حطيت هنا الفراخ متقطعة صغير ومتبلها، لأن أنا سايبها دي متبلة، فممكن تاخد وقت طويل، ممكن تاخد وقت قليل، أكيد طبعا أشوف الأكل استوى ولا لأ. وحاجة زي كده ممكن تاخد زي ما قلت 5 دقايق من كل ناحية لو الحجم بتاعها ما كانش كبير.